احمد يا احمد هو نزل ان هو نزل احمد احمد تعالى بس عشان خاطر اعمل لي ظرفه الدولاب معلش عشان خاطر وقعت مني طب 5 دقايق بس هخلص المكالمه دي وهرجع اعمل لك الظرفه 5 دقايق احمد هتعمل ظرفه الدولاب امتى ان شاء الله حاضر اشرب بس القهوه 5 دقايق 5 دقايق اشرب القهوه وهرجع اعملها لك انا مش هتاخد في ايدي حاجه هي 3 دقايق بالكتير طيب تمام ماشي احمد احمد مش تيجي تعمل ظرفة الدولاب بقى؟ هو كل يوم كل يوم موضوع الظرفة ده على فكرة احنا بقالنا 5 سنين ايه ده بجد؟ ايوه بجد طيب اخلص بس شغلي 5 دقايق 5 دقايق والله والله هقوم اعملها لك مش هتخمني اكتر من 3 دقايق بس اخلص الشغل ده تمام تمام والحمد لله والشكر لله بعد مرور 60 سنة جبنا النجار عملها السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله